حمدت إلهي ثم صليت أولا على Yeah.
ولا لا يتعلق بيان المتعلق به. وقال حرام الزهر بين يوم القضاء بين حد السلام. الفضلاء من المدرسة الزهرائية بالنواحي شيشاوة. شكرا جزيلا لهم. وهذا المتن الذي استمعنا إليه أيها الإخوة والأخوات من لا يعرف يتحدث عن الجملة في اللغة العربية، الجملة بشكل عام، والجملة أيضا من ناحية أن يكون عندها محل من الإعراب وأن لا يكون عندها محل من الإعراب. أيضا تحدثت القصيدة والمنظومة عن شبه الجملة، تحدثت عن الجملة وشبه الجملة، الحروف الجر والظرف كما استمعنا في آخر القصيدة، وهي من المتن العلمية المتينة التي تهتم بها المدارس العتيقة وخصوصا في بداياتها، يعني بالنسبة للمبتدئين. أيضا من المنظومات المعروفة بالمدارس العتيقة التي تهتم